مشاهدينا فرقوا لي بين الحديث وبين الحكمة وبين المثل. الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والحكمة فصحى، والمثل شيء دارج عندنا احنا دائما نردده بالعامية. ناخذ اتصال اخر، نقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله بخير. اذا انت بخير، من وياي؟ رمضان كريم عليكم. عبد الحسين خليل من واسط. زين، واحدة 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 واحدة. شوي شوي، من وياي؟ عبد الحسين خضير من واسط. عبد الحسين خضير من واسط، تحياتنا لك، وداخل لي بقوة ان شاء الله تجاوبني. ان شاء الله جاوبني. يلا راح نشوف الصورة. نعم، اريد اعرف صاحب الصورة. المطرب صلاح عبد الغفور. صلاح عبد الغفور، اقول داخل لي بقوة، ثاني تعرف الجواب. اريد اسمك الكامل. عبد الحسين خضير. عبد الحسين خضير من وين؟ من واسط. نعم. فزت ويانا بجائزة مقدمة من مركز روسة. ألف ألف مبروك.